أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت أن رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنة، فما هو ضابط رفع الصوت؟ لأنه بعض الأحيان يكون هناك إزعاج للذين يصلون السنة. يكون إيش؟ لأنه قرأت أن رفع الذكر بعد الصلاة المكتوبة سنة، فما هو ضابط رفع الصوت؟ لأنه بعض الأحيان يكون هناك إزعاج للذين يصلون السنة. ما تصلى السنة إلا بعد الذكر. مخطئون اللي يقومون على طول إلى سلم الإمام يقومون يصلون السنة، هذا خطأ. يصبرون لما يأتون بالأذكار ثم يقومون ويأتون بالسنة. أيضا نهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بكلام أو انتقال. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.